صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه. مرحبا بالف مرحبا. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد لا فيديو جديده، اول مره في القناه، ما كاين لا طياب لا حتى شي حاجه. ان شاء الله غنديكم معايا السوق اسبوعي ديال تا فرانس جهه تاونات. نتسارعو شويه وندورو نشوفو شنو كاين في السوق. تبارك الله الخضوره كاينه كما كيف كتشوفو، الدنيا خاويه. هنا فين كاينين حنا؟ ديك هي الدار ديال لالا الله يرحمها. الله يرحمنا. هانتوما كتشوفوا الزرع دابا، هذا الزرع هانتوما كيف كتشوفوا راه مازال خضر، راه مزيان. الله يرحمنا بالشتيوة، هاد الارض هادي كتشد الماء، على داكشي راه مازال الزرع خضر. تبارك الله ما شاء الله، الله يرحمنا بالشتا. الطبيعة زوينة بزاف. رجلينا كنمشيو هو ده الفول كيف كنشوفو، هو فيه النوارات ديالو منور. ان شاء الله شي 3 سيمانات هكذا كيكون واجد الفول. الله يرحمنا بالشتا. ودابا نكملوا الطريق ديالنا للسوق ان شاء الله. كنلقاو هاد العين في الطريق اللي سميتها عين بومعيس، قديمه بزاف. هذه هي العين، تبارك الله هنا موجود. وصلنا السوق، هنا كيتباع الفراش على برا من السوق، طبالي ومضارب. ما
دابا حنايا دخلنا السوق كيف قلت لكم، هنا الفراش وداكشي كيتباع طبعالي طلع. دابا بلاصة هاد الميكا فين كيتباعو سطولات جبانات بانيوات، هنايا بلاصة الدجاج. طلعتي هنا باش نبات اجي نسوق لها شنو في حاجه شنو ندير انا بيه ما لقيتي والو؟ كنشوف صراحة هذا ما لا اله الا الله. تعيرينا على هاد البلاصه واش ميكا خلينا نشوف الصور المكور كيديروا فيهم التريد واقيلا هذا هادو ديال الخيار بحال الكاميرا زايد تعرفوا الناس بزاف هذاك 80 و 40 الاصليين الاصليين
بنتي اش ما حسابكم بقات تقولوا بحال الهضره انايا هاك الدراهم شحال هي زرعه حتى ما خويا 120 و 220 ريال هاك جرب اخي خالد رد عليه اخبار لا عفوا مريم ما لقيتيش يدري يا هذه كتذوق يا اخي الذوق طاب طالب شارب يا حكاك اللي بغيت أقف يا بسم الله وهذه يا خي دابا خرجنا من السوق ان شاء الله حنا خرجنا غادي نمشيو للدار اي واحد الكاتكات هنايا ثلاثه تبارك الله ما شاء الله دابا غادي نمشيو للسوق هنايا غادي نساليو الفيديو ديال هذا النهار لأول مرة كيزور القناة ما ينساش الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناة وما تنسوش تدعموني باللايك نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.